كنت احيانا في هذا اليوم او هذا الاسبوع الاخير من سجنتي بصراحه ما كنتش انا منيح، يعني كنت الوقت تفتير شو بيصير برا، شو وين تتروح وين تتلاقي الاهل، خصوصا اخر ليله لحد ما انه اجى اسمي طلع الساعه 4 اجى اسمي. بصراحه ما كنتش اتوقع اني اخلصهم، كنت اتوقع كل اي يعني في اي سبب اروح صفقه في اي شيء، وكنت اعمل زي ياسير، كل واحد عنده امل انه يروح. يعني ياسير دائما بحلم في ايش؟ حريه، عنده في الحريه تاعته. وكنت زيهم، مرقت سنين، مرقت الافراجات والصفقات وما صارناش نصيب الحمد لله. يعني الواحد ما قضى 18 سنه في السجن، يعني اخر 18 سنه من عمره سنين في 2003 حكمت 8 سنين، حتى كان 8 سنين كثار يعني، وهن اصلا كان صدمه بالنسبه لي. يعني قديش وانت متقضيهم؟ كان 200 في 2010 8 سنين. تفاجأت انه بعد 2003 كنت معي في قضيه جديده، تم الحكم علي 18 سنة. يعني كانت هذا نزلت علي كالصاعقة، لأنه أصلا كنت 8 سنين مش مستوعبهن كيف صارت إنه 18. دائما اللي بصير داخل الحكومة الإسرائيلية بترتد بالعكس على الحركة الأسيرة، خصوصا على الأسرى الأمنيين. كان كل واحد يحط وجوده داخل حكومته أو داخل اليمين عشان يكسب أصوات، كان العاقبة الأسرى الأمنية. يعني في الفترة الأخيرة فما قبل كورونا لليوم، يعني أصلا الأمنيين بعانوا من يعني سحبوا منهم مثلا أشياء كثيرة، من كانتينا مواد تنظيف، أصناف من كانتينا كثيرة، حتى كان يسمحوا لنا نشتري بعض أنواع الخضرة والفواكه، الفواكه قطعوها عنا بالمرة، حتى الأكل كانوا يجيبوا لنا إياه هم، المفروض إنهم وفروا لنا، خفضوا كثير، يعني الوضع مش سهل داخل السجون. يعني تبع تعليم بصراحه، يعني وصلت على التوجيه وسقطت في التوجيه وراحت. بس لما دخلت السجن يعني فيش انجاز داخل السجن تسويه الا التعليم، يضيع الوقت يعني بدون ثمن. كانت فرصه اولى في 2003 في سجن مجده، قدمت توجيهي. كان في 2013 يعني بلشت التعليم يدخل بطريقه غير رسميه، يعني ما كانش عن طريق الاداره، لكن عن طريق المحامين وعن طريق هناك مهربي. تم جلب جامعة الأقصى من غزة، جامعة أبو ديس القدس، وانتسبت هنا ثنتين، أنهيت بكالوريوس تاريخ في جامعة الأقصى في القدس، وبعد ذلك أكملت في أبو ديس. بعدين دخلت مباشرة على الماستر، صحيح تعذبنا فيه، كان يدير مشروع هو الدكتور غوران بربوثي، وكان يعني صارم في التعليم وفي المواد أصلا، والحمد لله أنهيته إن شاء الله. نية في المستقبل انك تدري دكتوراه. رسالة الى الاسرى داخل السجون، واصبروا يعني ربنا ان شاء الله ما بنسى حدا، وان شاء الله يكون لكم طريقه وكلكم وقت لو كتروحوا تنفرج عنكم.